حي 50 مسكن ريفي ببلدية زروال يعيشوا على تشابك الخيوط التي تقيهم ظلمة البيوت بعد غياب مشاريع النور في حي يستلم منذ أزيد من 6 سنوات. حنا يا مواطنين هنا نتاع 50 سكن رانا نعانوا من المشكلة نتاع الضوء. رانا في حوالي ست في 6 سنين رانا في 6 سنين رانا نجروا لحد الساعة لا مجيب. كاين لي ساكن هكاك من بلا ضو، خيط تاع 600 برك، خيط غير خيط، ما راش نقولوا جيبوا لنا البروجي ولا خيطان برك، وراهم قاعدين كي من هاك غير اليوم غدوة اليوم غدوة اليوم غدوة. المشتر هذه جاية والضو ينقطع، راه كاين كاين اللي عنده لا شارج في الكونتير راهم دايرين عندها 3 4. غياب الإنارة رافقها فقدان الغاز الطبيعي والتهيئة الخارجية، ما زاد من تأزم الوضع خصوصا وقرب فصل تكثر فيه الأمطار وسوء الأحوال الجوية. اه تيو فايت 600 على الغاز 600 ما يركبوش الضو كيما قال خي نفس الشيء في 6 سنين الخيطان جابدين والجريح ما كانش انه كذلك الطريق ثاني ما كانش غاز ثاني ما كانش طريق التي تولد مام البز 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 وما عندهمش وين يلعبوا. سكان حي 50 مسكن يعيشون على أمل استيقاظ ضمير المسؤولين لواقع أفضل.